السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دوزياف. غادي نشوفوا في حلقة اليوم كيفاش يمكن لنا نكريو اون باج فيسبوك. هذا الموضوع غادي يكون خاص بالناس اللي عندهم ان بلوك وكيبغيو يبيبليو لي باج لي زارتيكل ديالهم او المواضيع ديالهم على لا باج فيسبوك. وفي عود ما تبقى دير لارتيك في البلوغ وتولي تمشي عاوتاني الفيسبوك باش تبيبليه. هاد الطريقة كتمكنك من ربح الوقت، المواضيع ديالك كتبيبليو في لاباج فيسبوك بطريقة اوتوماتيكية باعتماد تقنية الفلي ار اس اس. او غندوزو للفيسبوك ونشوفو كيفاش يمكن لينا نكريو اون باج. نديرو كريي اون نوفيل باج فيسبوك. غادي نختارو هنايا الكاتيجوري ديال لاباج اللي بغينا، نديرو انترنيت لوجيسيال ونعطيو اسم لاباج اللي غادي نكريو. فاسيل اكسبتي. نختارو صورة لهاد لاباج، ابخي غادي نمشيو للكونت ونديرو utiliser Facebook autant que page. On tire la page li yalla créé na basculer. بعد غادي نمشيو ل modifier les informations ديال la page يانا. طبعا غادي نبقاو ديما في la page ديال la page اللي يلا كريي انا. غادي نمشيو modifier les informations application article accéder à l'application. On peut venir modifier les paramètres d'importation. On va mettre le lien du blog pour que nous mettions le modèle et publier automatique. On va mettre le blog qui est 2i-fblogspot.com. ونحطوا لي اكسبتيو لي كونديسيون ونديرو ديماري لامبورطاسيون. الوغ لامبورطاسيون كتاخد وقت على حسب عدد المواضيع اللي غادي تامبورطيهم في لاباج فيسبوك. كي كتشوفو هنايا هادو هما لي زارتيكل اللي عندي، قلب التحميل ديالهم بطريقه اوتوماتيكيه. من بعد غادي نديرو كونفيرمي باش يبوبليي هاد لي زارتيكل. كنشوفو هنايا هادو هما لي زارتيكل وقام ب لا بوبليكاسيون ديال لي زارتيكل ديريكتومون في لي باج فيسبوك. الوغ ولا عندنا اون باج فيسبوك وفي نفس الوقت ان بلوغ. هكا نكونو تمكنا من تحميل لي زارتيكل مباشرة على لا باج فيسبوك. ما تنساوش باش تشاركونا اقتراحاتكم تساؤلاتكم. نتمنى ان الشرح يكون راق لكم. شكرا على تتبعكم والى اللقاء.